الفقرة الثانية من حلقتنا لليلة ومع موضوع شائك، المرأة القوية. من هي المرأة القوية؟ وقبل ما نبدأ موضوعنا رح نستقبل المرأة القوية الإعلامية والكاتبة جمانة حداد. هلا بجمانة، شرفتينا جمانة ونورتينا بمش مزح. سيريسلي مش مزح. أنا اللي مبسوطة كتير إني موجودة معك اليوم ومعكم كلكن. أهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن الميلاد، كنا بأول فقرة ولاحظت هيك الجو الميلاد وكيف تقضي هذا العيد وكيف يعني لك، شو بتعملي فيه؟ كادويات وتغنيج. يعني شيء منيح ولا مش منيح؟ لا أكيد شيء كتير حلو. كادويات بتجيكي ولا بتعطي؟ لا أنا بنبسط باثنين صراحة، لأنه اكتشفت أنه لما أنت بتعملي كادو عم تعملي كادو لشخص بتحبيه طبعا، بتكون كتير سعيدة أنت وعم تختاري الشيء اللي ممكن يفرحه أكتر، فهيدا جزء من فرحتي أنا كمان. حلو، ما بتعملي واجب بهالمطرح صح؟ أنا ما بعمل واجبات أبدا. هيدا الموضوع. زينة بتجيب جيفت كارد. كمان جيفت كارد ليك، ما انا عاطله، في ناس بيزعلوا بس انه حلوه الفكره، الواحد هو بينقي اللي بده اياه. هي بس لتوفر على حالها يعني، انه ما تفكر لا مش كرمال هيك. انا بحس لانه كل شخص عنده ذوق معين، مثلا مش يعني انه ذوقهم بشع او حلو، بس انا مثلا ذوقي كثير اوريجينال، كثير عالم بيهدوني اشياء ما بحبهم، ليه بدي اروح ابذل جيفت كارد بشتري اللي بدي اياه؟ كل اللي بده يهدي زينة يجيب عم بتسمع زينة من حدا. جيفت كارد باي ذا واي، ما ضروري جيفت كارد، باخد مصاري بالانفلوب يعني. شو بعرف هلا اذا رجعت صغيره فور اكزامبل بدك تكتبي مش اقول لك كادو لبير نويل، شو بتطلبي منه؟ كتب. بزهق انا بعرف. شو نوع الكتب؟ كل انواع الكتب. بالنسبه لإلي لا، لانه بالنسبه هيدي من طفولتي، كانوا حتى نحن وصغار يعني كانوا الاولاد اكثر يحبوا بوبيات مثلا العاب، انا لا بحب الكتب كانت. لا نحن قبل مين ما عنده سيري استريكس اوبليكس تنتقم منه كله، مش بون ديسيني، بس كتب. لا لا كتب، لا بس بون ديسيني ما كانت جزء من. انا كان ابشع هديه عندي اثنين، الكتاب والكادر. تخيل هيدا الكادر تقليديين. معقول كادر الصور؟ لا كادر ايه بس كتاب كادر. لا انه كادو نويل ما كنت حبه، ما كان عندي مشكله اذا بغير محل مثلا انا اروح نقي كتاب، بس انه حدا يهديني كتاب على عيد الميلاد لا، كان بدي العاب واشياء وهيك. فجمانة كنت مميزه كانك كطفله بهذا المطرح انه جاب لك كتاب. خبره مره بكتاب من كتبي انه بتذكر حدا من عائلتي جاب لي هودي اللي بيبقوا للبنات الصغار، مطبخ صغير ومكوية صغيره ودفه كاوي وكذا، كبيتهم بوجهه وقتها. عصبت، كان عمري شي 8 سنين. هل كنت واعيه انه ليه انا جايب لي هودي يعني؟ يعني ثورتك بلشت من وقتها. انا ماني شغيله، ماني العامله. جمانة انت من اسبوعين تقريبا كان عندك توقيع كتابك الجديد بنت الخياطه. صحيح. وشانتال هلا كانت عم تخبرني انه من اسبوعين كانت بتوقعي كتابك وعم تيلا اهدي. هاي شانتال. فشو بتخبرينا عن هذا الكتاب؟ هيدا روايه، اول روايه بكتبها انا. عاده عندي هيدا كتاب ال 15، عندي كاتبه شعر، كاتبه نثر، كاتبه حوارات، عندي كتاب للاطفال ومسرح، بس هي اول مره بكتب روايه. واللي عم يسالوني دائما بقول لهم مثل كانه كل الكتب كانت استعداد لهالروايه، مش لانه هي أهم أو لأنه الرواية كنوع أدبي أهم من الشعر، بالعكس أنا منحازة تماماً إلى الشعر. ولكن بكل الأحوال في شعر بالكتاب، أنا ما بعرف أكتب شيء ما يكون فيه شعر، ولكن لأنه القصة هالقد لها علاقة يعني بمخزون عائلي موجود بالمخيلة تبعي من زمان، من أنا وعمري 7 سنين، وموضوع مؤثر بالنسبة لإلي، مبلش بشخصية ستي والدة الماما. الكتاب منه ترو ستوري، بس شخصية التيتا مستوحاة من ستي يعني. اي نعم، قصة حقيقية عن ستك، ولكن أحداث أنت اخترعتيها. اي نعم. كان توقيع ناجح مثل ما شفنا، وكثير عالم، لأنك محبوبة وعن جد أثبتي نفسك. شكرا لك. بهيدي المجالات الكتابة. ومبروك كتابك كمان. شكرا لك بالمناسبة. حبيبتي. نحن بتعرفي ببرنامجنا في فقرات ومواضيع متنوعة، موضوعنا اللي رح نتناوله لأنك حضرتك موجودة طبعا، فقرتنا حول المرأة القوية. بتعتبري حالك قوية وكيف؟
ايه اكيد بعتبر حالي قويه وبعتز بقوتي. مش قويه بمعنى، لانه بتعرفي نحن عندنا دائما كذا معنى للقوه، والمعنى الطاغي هو بيقولوا مسترجله او اخت رجال. انا هودا الصفات كثير ما بحبهم، مش لانه عندي حكم قيمه على البنت يلي هي حابه تكون مسترجله، بالعكس كل واحد حر، بس لانه ما لازم القوه تكون بالنسبه لنا مرتبطه بمفهوم الذكوره، انه ليه بس الرجال قوي ما في اقوى من المراه. في رجل ضيف يكون طبعا ما خص، ما هو كمان الضعف ضروري وحلو أكيد. يعني ما لازم نتباهى، بس مثل ما انا مرأة قوية انا كمان عندي كثير هشاشة. بس لما نقول جمال عمي شو معناتها؟ بمعنى انه مثلا بقول لك اياها، هيدي يمكن اكثر نقطة قوة عندي، ما بتفرق معي شو بيحكوا عني العالم، ما بتفرق معي، انا اخترت عيش مثل ما انا بدي، اعمل خياراتي، ما يعني اولي بنفسي وكلامي بناء على نظرة الاخر لإلي وحكموا علي، فانا اعتبر مرأة قوية بالنسبة لهال على هيدا. ومن هيك بمطرح عم تقولي مثال لكثير من النساء اللي عبالي يكونوا هيك شخصيتهم، انه بيقولوا اللي بدهم اياه بدون زيف وبدون مواربه وديركت. صح، فحضرتك هيك عم تقولي مثال. انا بدي اقول شغله هون، انا بعتبر انه المراه القويه، يعني انا بالنسبه لي المراه القويه هي شغلتين، هي المراه اول شيء الذكيه، وثاني شيء المراه المسؤوله، لانه انا بعتبر بكثير محلات انه الرجل ما بيقدر يتحمل مسؤوليات اللي المراه بتتحملهم، واوقات كثير المراه ضعفه بيكون لانه متحمله مسؤوليه كثير اكثر منه. سو هيدي يعني المراه القويه، والضعف هون بيكون قوه. صح اكيد الضعف هون قوه 100%. مع كل قوتك تنقول هلا انه اللي قلتيها تنقول اني قويه، قويه المراه الحديديه يعني مثل ما لا مش على القد. نمتي نائب؟ صح. امتي مش نائب؟ صح. حملتيها الموضوع بقوة ولا كان بعرضه؟ مش شراسة، شو بقوة؟ شو رأيك؟ مش أنا اللي لازم هيك قوية، اسم الله عليكي، بس إنه ما كان شك عليكي على القرب يعني. طبعا ضيقت بالنوم ليلتها بركي ما لا أنا نمت مبسوطة ليلتها، لأنه كانت ربحانة، بس ثاني يوم بس ما لحقت. رح أقول لك شغلة، امتين حسيت بوطئة الموضوع؟ مش ثاني يوم وقت اللي عرفت شو اللي صار، حسيت فيه بعد شهر، لأنه أنا بقيت شهر مستنفرة عم حضر الملف الطعن مع المحامي. فما ما لازم، يعني أنا مني من الأشخاص يلي بيسمحوا لنفسهم يضيعوا وقتهم بالشفقة على ذاتهم. في وقت للمعركة بدنا نحارب، بعدين بنوصل لمرحلة. هاي المرأة القوية بالمعارك. بس تقلك أنه ما كان عندي لحظات قهر وهيدا كلها ضعف، طبيعة الحال طبيعي، أنا إنسان يعني أكيد. جوزيف شو رأيك باللي عم تقوله؟ أنا عندي سؤال، يعني مثلا أنت من خلال كتبك بس تقولي جمانة حداد، في كثير عالم ما بيعرفوا، يمكن ما بيعرفوكي، بس بيعرفوا انه جمانة حداد يلي الكاركتر قوي، يلي بتحكي عن لغة الجسد، يلي الجريئة، هيدا الكاركتر يلي انت من خلال كتبك اكثر شيء عملتيه لحالك، قديش ساعدك او قديش كان ضدك بالموضوع؟ يعني ساعدتك هالشغلة او انت بتكوني حريصة لتحطي هالايمج بالكتب؟ هلا رح اقول لك شغله، يلي قاري كتبي بيكتشف انه هيدي الايمج منا دقيقه، يلي قاري عن جد، اما يلي سامع عني وحابب يكتفي بما يقال او بمثلا كمان ما انا كان عندي مجله اسمها جسد، انا ما عم يعني ما بتملص من هيدا الموضوع، طبعا انا بتحمل مسؤوليه هذا القرار، لانه في عندنا عندك مجله كمان في جرأة كثير كبيره. هيدا اللي انا عم اقول لك اياه، عم اقول لك انا لا اتملص، بالعكس بتحمل مسؤوليته، لانه بعتبر كثير غلط وكثير المجتمع تعبان انه عايشين بهالطريقه يلي بنتخبى وراء اصبعنا وما فينا نحكي بشكل طبيعي، وبالعكس ومنعيش حياتات مزدوجه، يعني ياما بيقولوا شيء وبيعيشوا بيعيشوا بطريقه ثانيه وهيدي بتخلق قمع. ولكن بالنسبه لي لا، ما انا مزعجه، يعني ما بالنسبه لي بالعكس بفتخر فيها، لانه عندي قدره من دون ما اكون مبتذله اني ناقش بحيالله موضوع، وهيك لازم يكون عندنا هيدي القدره انه ناقش. يعني كيف ما يكون بوكي بتجي واقفه يعني قويه. طب جمانة انا عندي تعريف للمراه القويه، هلا هيك استحضرني وقت سمعت حديثك، بقول انا المراه القويه هي المراه القادره على انتاج الحب وباسوأ الظروف. شو؟ على انتاج حب، على انتاج الحب، معمل حب، معمل حب بأسوأ الظروف، لما بتربي اولادها ولما بتتحمل اذا كان زوجها سيء، ما بدنا نعمم كمان، او تجربه سيئه، على فكره بمجتمع ذكوري كمان عم بحاربها كلنا معك طول الوقت. معمل لحظه لا 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 انا ما حلو حلو ما تخطيت في احلى من هالجمله. معمل حب، معمل حب، معمل حب، شو هالتعبير يعني؟ كيلو حب يعني هلا مثلا كيلو حب بدقه قطر يعني؟ طبعا نحن اصلا انا برايي
الحب هو مشكلة مجتمعاتنا. شو حلو لأنه ما بتربوا على الحب وما بتعاملوا الحب وما بتعاملوا فيه. شيء أفرات هلا على العيد حب؟ إيه؟ طبعا أنا دايما مش معيد سنة كلها كامل مستعدة أعمل عناق عالمي أصلاً. بتعرفوا شيء قريت خبرية جمانة ما بتعرفيها؟ إنتاج وطني. في بعض الأمراض نفسية تعالج بالعناق. ايه طبعا. شو انا مريض هذا بعد الامراض بركه في اسالك بس سؤال بعد الامراض انا بوافق على رايي 100% لا حبيبي زياد مريض خلق معنا زياد صاحبي مع امه بس بعد صح جوانا سمعتي الخبريه بدي اقول لك شغله تحسن تحسن بطل يزعل بمعرض الكتاب مثلا او باي لقاء فيه ناس كثير بعرف انهم جايين لانهم بحبوني طبعا اصر على اني اخذ منهم عبطه بقول لهم بدي عبوطه بس بدهم يجوا شفتي شو حلو بس لانه باخذ منهم طاقه كثير حلوه لازم التوقيع بالاسبوعين بمضي بمضي لازم نروح على التوقيع لازم نروح على التوقيع والتبويس وهيك ما بحبهم بس بدي اسالك سؤال بس شو وين بتقري هالاشياء يعني وين بقرا انا ابدا انا مش متربيت اوكي اهلي اعطوني حب ومثل اهلكم كلكم مش انه هالحب الفائض بس انا قررت انه الحب هو علاج لكل الامراض النفسيه والجسديه وعلاج لهالكوكب وهو نحن ناقصنا حب هو عصير والناس ناقصن عاطفه انا بحب الامراه القويه يعني انا يعني قويه الطموحه الذكيه اللي معبيه حضور عندها حضور اللي عندها هدف ما بتخاف منها مشان هيك ما لقاها لا موجودين في تهمك الهدف انت هدفك بس هيك ما تقولي هيك انت ضد المراه هيك لا شو مش عم ما لقاها عدوة المراه مراه بالعكس ايه ها بالعكس لا بالعكس ما انا عم بقول انه المراه القويه هي المراه الذكيه والمراه المسؤوله بتكون انا كثير كلامي عميق بس بدكم تفهموه يعني بنفهمه لا ما فهمتوه لانه انا بس اقول مراه ذكيه يعني اليوم في كثير نساء بيكونوا العالم اخذين عنهم فكره انه هن كثير ضعاف هن بيكونوا اقوى من كثير من النساء ببينوا بالواجهه انه هن قوايا لانه شخصيتهم قويه او شيء المراه اللي عمرها كانت عايشه بجهنم ببيتها بحياتها خافت من النار ما بتخاف من النار قويه قصدك ابدا قويه دفت ما في شيء بيحرقها ابدا انا بقول انا معك انا بقول ربما اوقات الرجل بجسده يمكن اقوى من المراه صح ولكن بقدرته على التكيف او على الاحتمال او على الصبر اوقات ما نش نعمل اوقات ما فينا نعمل تكون المراه هي اقوى لانه المراه بتعمل مليون شغله بنفس الوقت انا بس فيي اقول شيء لوركا الديفرنس لنكون واضحين بين المراه القويه والمراه المسترجله في بيج ديفرنس يعني طبعًا. المراه القويه هي المراه يلي مسقفه ومتعلمه ونوثه ايه هذا بده يوصل له مسقفه ومتعلمه واصله لمراكز اجتماعيه عاليه جدا بالمجتمع انما هي سوبر انثى على الاخر عرفتي بس برضه المقابله المسترجله هي اللي بتبقى ماشيه طالعه من انوثتها بدها تعمل مشكل على الطريق تتخانق مع الخضار هي يابا هي قويه هذا حقها كمان هي تكون هذا طبع شخصيه هاي بس ما فيها تطلع من انوثتها يعني حلو ضل بدها تعمل مشكل اعملي مشكل بس حافظي على انوثتك شو معنى اوقات بتكون شخصيه اوقات بتكون انه انا قويه فكر القوه بعرف بس انا قصدي خلينا نجرب ما نطلق احكام ليه لانه انا بعرف كثير نساء هيك مش لانه هن قاصدين يكونوا هيك يعني ما هي كمان قصه هرمونات وقصه البيولوجيه نحن مش بس كلنا مره وكلنا رجال اكيد فيك رجال واكيد في رجال واكيد فريدي فيك مره طبعاً. واكيد انت فيك مره بس في نسب فنحن نسب اوقات النسبه هون بتكون طابشه اكثر وبالشكل بعدها مره يعني. يعني ما بتامني بالامراض لا لا أمراض شو أمراض إنسانية أو نفسية أكيد لا أكيد بس لا بس بتعرف شغلي عن جد المرأة اللبنانية القوية المرأة اللبنانية عم بيكون عندها هدف وطموحة وعم تتبوق مراكز يعني اليوم مثلا بالقضاء النسبة الأعلى هي للإناث وكمان اليوم إن شاء الله بالأحزاب السياسية عم يدخلوا المرأة بس أنا هيدي لفتتني إنه فريدي في بقلبه مرأة أكيد بس أنا كمان خلينا شغلي كتير شو نفع بلبنان إذا المرأة كتير قوية أنا بقول إنه المرأة كتير قوية وأنا كمان بعد حالي مرأة كتير قوية بوصل لأقل مشكل المرأة بتوقع فيه ما في قانون بيحمي قوانين ضدها وجمانة عشان هيك كان مطلوب تكون بالبرلمان لتسن قوانين ما في قانون بيحميها مع المرأة ما في مجال خليني أشكر ضيوفنا جمانة نورتينا شرفتينا وكمان جوتي شكرا لك جمانة شو مشاريعك للأيام اللي جاي ومنا نشوف هلا فيه. عندي بروجرامي على التلفزيون على شاشة الحرة في الممنوع بيحكي عن القضايا المنع بالعالم العربي قضيتك الكونية يعني الأفلام الكتب الرأي قضايا الرقابة
وهلا هيدا الكتاب عم بيسافر فبدي رافقه. حلو كثير، نحن بنتمنى لك كل خير. شكرا كثير، وكثير ان شاء الله السنه الجايه تكون دائما افضل.